السايكل كونفيرترز بنستخدمها في الاشياء الضخمه جدا لانها افيشنت. استخدمتها في شيء ضخم جدا، التوفير اللي بجيبه في الطاقه بطلع لي شيء جيد. اذا اول شيء هون عندي بستخدمها في السمنت مل درايفز، مل اللي بتطحن تكون شيء ضخم، اللي هاي 10 ميجا وات 20 ميجا وات. الثانيه شيب بروبلشن. ايش يعني بروبلشن؟ دفع. شيب بروبلشن درايفز. كمان شو بحكي السفينه؟ السفينه ابصرها كم من 30,000 الاطنان وزنها، بدفعها بكون عندي محرك ضخم جدا حتى يدفعها. في عندنا شيء اسمه الرولينج. الرولينج ميلز الفكره فيها انه انا عندي هون بيكون في سلندرين بلفوا وعماله بمر من بينهم الشيت تبعت الستيل، وهدفي اني اطلع شيت للستيل مثلا ارفق. طبعا هاي بدها طاقه هائله، مش هيك؟ بدها اكستروجن. هاي بسموها العمليه، هاي مش اكستروجن بالضبط، هذه رولينج. رولينج الاكستروجن انه بكون في عندي زي شيب معين وبدفش الالومنيوم فيه، ما بينفعش الستيل في الاكستروجن. بده يكون معدن قابل اكثر للمالبل. اذا الرولينج ميلز نفس الشيء للستيل في مصانع الفولاذ والحديد. اور جرايندينج. اور يعني اللي هو اللي بنطلع من باطن الارض، الخام، الماده الخام اللي بنطلعها من باطن الارض زي فحم حجري مثلا او شيء، بدنا نعمل له جرايندينج. جرايندينج يعني طحن. جرايندينج ميل. واخر تطبيق هون ماين وايندرز. ماين وايندرز اللي هي المصاعد تبعت المناجم، هاي تختلف عن المصاعد تبعت الركاب العاديين في المباني. باي ناحيه؟ مش كاونتر ويتد، بكون في درم كبير فوق وملفوف عليه كيبل، والكيبل نازل على الصاعدة، فالدرم بصير لما يلف يفرد الكيبل. بكون في درم هائل زي هيك ضخم، والكيبل طالع عليه هون وباخره هون مثبت، ما في كاونتر ويت. وهاي بتكون مربوطه بالصاعده تبعتها. هذا يمكن ينزل مايل تحت الارض، ميل، كيلو، كيلو، 2 كيلو تحت الارض لباطن الارض، ولذلك المنجم بيكون تحت حامي جدا، درجه الحراره حامي. ماين واندرز هذا هون نفس الشيء، بكون شيء ضخم مثلا حسب السرعه وحسب قديش الكميه الريتنج تبعته. اذا هاي احد التطبيقات، بعض التطبيقات، ولذلك سرعات منخفضه بتكون سرعات المحركات منخفضه. اذا السبيد عاده تطبيقات السرعه اللي بنطبقها بهدول بتكون من حوالي 20 صفر ل 20 هرتز. طيب شو انا بحكي سرعه وبحط فريكونسي؟ ليش عمالي بحكي السرعه؟ احنا بنحكي ار بي ام. شو بحكي انا صفر ل 20 هرتز؟ الفريكونسي تبعت السبلاي بتحدد ايش بالمحرك؟ السرعه تبعته في السينكرونس موتور او في الاندكشن موتور. مش هاي بتعطيني السينكرونس سبيد؟ اوكي. والباور ريتنجز توصل، الباور ريتنجز تبعت هدول السايكلو كونفرتر توصل من 0 الى 15 ميجا وات. حوالي 15 ميجا وات دي تطبيقات عاليه جدا طبعا. هاي دي بعض التطبيقات اللي موجوده هون، ولذلك لانه الافشنسي عالي هلا بيمتاز هو الادفانتجز تبعت السايكل كونفرتر. الادفانتج الرئيسيه الاولى انه هاي افشنسي. ليش هاي افشنسي؟ لانه سويتشنج لوسز قليله. طيب ليش السويتشنج لوسز لو؟ الفريكونسي تبعت السويتشنج لو. مين الفريكونسي تبعت السويتشنج هاي فيه؟ البي دبليو ام انفرترز متذكرين؟ لكن هون السويتشنج لو لانه الفريكونسي اللي بعمل عليها سويتشنج لو. الميزه الثانيه انه سمول نمبر اوف كومبوننتس. والله يا ماهر بس تطلع تحكي مع الشباب هدول، بس قول لهم وطوا صوتكم، دكتور بترجاكم لو سمحتوا بس وطوا صوتكم، قول لهم بترجاكم. سمول نمبر اوف كومبوننتس. اذا عندي هون سمول نمبر اوف كومبوننتس، لما يكون عندي سمول نمبر اوف كومبوننتس شو بصير عندي؟ هاي ريلايبيلتي. هاي ريلايبيلتي، سمول نمبر اوف كومبوننتس هاي ريلايبيلتي. لاحظوا الافشنسي هاي. ليش طبقتها كمان في هذا التطبيق؟ لما يكون عندي الباور، يعني الباور ريتنج لو انها 5 كيلو وات، لو جبت انا 1% سيفنج هل بتستاهل؟ لا. بس لما يكون عندي السايز تبعها 15 ميجا وات، لو جبت 1% شو بتطلع؟ شيء هائل. 15% يمكن بشكل قريب 1% من ال 15 ميجا وات. واضح؟ اذا هاي الميزات الاساسيه. طيب شو الديس ادفانتج؟ لو انه كله ادفانتجز فخمه جدا كان هو حل محل الفي اف درايف. تمشي
شو المشكله الاساسيه؟ لو سبيد. اوكي ماشي، في شغلتين، في مشكلتين. واللو سبيد ايش هي؟ اللو سبيد يعني ايش؟ بدنا نفصل فيها اكثر. شو هي؟ شو مشكلتها؟ الفريكونسي، ما بقدر اجيب الفريكونسي. الفريكونسي تبعت اللود راح تكون اقل من الفريكونسي تبعت السبلاي. هاي واحدة، هاي الديس ادفانتج. شو الديس ادفانتج الثانية؟ الحجم كبير. لا هو حجم كبير لأنه الباور كبير. شو المشكلة الثانية؟ الويف فورم اللي بتطلع شو كان مالها؟ فيها هارمونكس. إذا هاي هارمونكس بالأوتبوت. اوكي وقف الفيديو اذا سمحت. ماشي، في اسئله عن هاي؟